جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة وشركة تطوير البلد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن تشغيل أول 3 فنادق تراثية في منطقة جدة التاريخية، والتي قام البرنامج بترميمها وإعادة تأهيلها وفق ضوابط منظمة اليونسكو، والتي صنفت جدة التاريخية في العام 2014 ضمن قائمتها للتراث العالمي. راح نتابع هذه التفاصيل في تقرير الزميلة آية سحرتي. في قلب جدة النابض البلد، أحد أهم المناطق التاريخية بالمملكة، أعلن عن تشغيل أول 3 فنادق تراثية في منطقة جدة التاريخية، والتي قام برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة بترميمها وإعادة تأهيلها، مع الحفاظ على سماتها المعمارية الفريدة بأعلى المعايير المتبعة عالمياً ووفق ضوابط اليونسكو. برنامج مشروع جدة التاريخية هو العمل على إحياء 600 مبنى تراثي في المنطقة التاريخية من خلال العمل على إعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ أعمال الترميم، يلي ذلك إعادة توظيف هذه المباني لتلبي الاحتياجات الوظيفية المستقبلية المختلفة. يأتي من ضمن هذه الوظائف اللي هي الاستخدامات الإدارية، الاستخدامات المكتبية، الاستخدامات الثقافية، وأيضا تحويل جزء من هذه المباني إلى مباني فنادق تراثية، وجاري العمل على تحويل عدد 34 مبنى تراثي إلى فنادق تراثية في منطقة جدة التاريخية. تشمل مجموعة الفنادق التراثية بيت جوغدار، بيت الرئيس، وبيت كدوان، وقد تم ترميمها وأعيد تأهيلها برؤية عصرية للمساهمة في الحفاظ على تراث المملكة وتأهيله وإبرازه. طبعا واحدة من أكبر التحديات اللي نواجهها في إعادة توظيف هذه المباني اللي هو عملية الدمج ما بين المساحات الوظيفية المتطلبة لعملية التشغيل مع مساحات المباني التراثية. أحد التحديات اللي نواجهها هي عملية المحافظة على أصالة المباني التاريخية وعدم التأثير السلبي عليها من خلال أعمال إعادة التوظيف ودمج المكونات والعناصر الحديثة مع هذه المباني. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم تجارب فندقية فريدة وأصيلة في مجال الضيافة، تجمع بين التاريخ والأصالة ووسائل الراحة الحديثة، مما يساهم في جعل جدة التاريخية جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم. لقناة السعودية آية سحرتي، جدة.